أو شوفوا لنا حل في أقرب وقت إن شاء الله. إضراب مفتوح للمكونين العرضيين بمراكز التكوين المهني والتشغيل بقبلي، جاء للمطالبة بتسوية وضعياتهم ولدفع الوزارة على الاستجابة لمطالبهم التي يشيرون أنه وقع الاتفاق عليها في محضر في ديسمبر 11 و2000. المحور المحضر هذا يتعلق بتسوية جميع المكونين العرضيين في خطاب مستشار التدريب وأعوان مساندة وتسهيل، وبداية من هذا الوقفة هذه نعلن على أن هذه المطالب إن لم تتحقق فإن الاعتصام والإضراب متواصل. وضعية شائكة، وتعبنا من المماطلة متاع الوزارة، باش نسوي لكم وضعيتكم، باش نسوي لكم وضعيتكم، على العلم إن إحنا لنا 3 سنين وعامين وفما شكون عنده 10 سنين يخدم، وعطونا وعود لكن ما تمش الاستجابة لها. نخدموا بالساعتين بالأربعة بالستة سوايع، معناها الواحد كمام عبارة ما يخدمش، معناها أصحاب شهادة عليا، ونخدموا في الإدارة والمركز هذايا وعاطين معنا في المقابل ماذا بينا الوكالة والوزارة تعطينا حقنا وتحس بينا كمان. نحن أعوان النقابة نياب النقابية بقبلي نساندوا الأخيان معنا العرضيين ونساندوهم في سواء كان بمركز تكوين المهني بقبلي أو بيان في كامل مراكز الولايات في كافة الولايات، ونراو انها مطالب مشروعه معناها، ونتمنى من الوزاره انه يحققوا لهم معناها مطالبهم في تسويه وضعياتهم ككل. اداره مركز التكوين والتدريب بقبلي اكدت انها لا تدخر جهدا في سبيل توفير مناخ العمل الملائم للمكونين العرضيين. وقع معهم في المسجد الدغول ونحن مع تسويه وضعياتهم، هذا مما لا شك فيه، لان عموما ابناء الجهه ما هو الا مواطن تونسي له الحق في العمل والشغل، لكن إدارة المركز فعلت معهم جميع استعملت معهم جميع الوسائل لتسوية وضعياتهم داخل إطار المركز في احترام في كلف احترام.